وعلى مسالك رويال ليفربول غولف كلوب. انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف في نسختها 151 آخر البطولات الكبرى جراند سلام لهذا الموسم، بمشاركة ألمع نجوم اللعبة وفي مقدمتهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلوري الذي يبحث عن ثاني تتويج له. وديعوا حتي على ضفاف مياه مدينة هويلاك بالميرسيسايد والقريبة من ليفربول، خط المصممان موريس وكوليت ستيل مسالك خضراء باسم رويال ليفربول غولف كلوب، وذلك في العام 69 و800 ألف. تصميم اقتصر في بواكيره على 9 حفر فقط قبل أن يصل إلى 18 حفرة مع مرور السنين، وبمساحة بلغت 6234 مترا. ويعد الموقع من أقدم المسالك في إنجلترا بعد رويال نورث ديفون غولف كلوب. وسيحتضن رويال ليفربول غولف كلوب بطولة بريطانيا الكبرى للمرة 13، ويعرف المسلك بتصميمه المعقد للبانكر وعمقه الذي يعقد مهام المتنافسين. نشير إلى أن الحفرة 17 شهدت بعض التغييرات في العام 2019، حيث باتت جد صعبة بالنظر إلى كثرة المنحدرات وعامل الرياح الذي قد يؤدي باللاعبين إلى البانكر. بخصوص الجوائز المالية من جهة أخرى، فقد بلغت القيمة الإجمالية المخصصة لهذا هذه النسخة 16 مليون دولار، أي بزيادة 2.5 مليون مقارنة مع النسخة الماضية، في حين سيحصد الفائز بهذه البطولة الكبرى 3 ملايين دولار.